يغيص الساكنه بشكل مباشر وغيكون صغير، ما تستخفوش به. بغينا لكم اليوم نخرجوا بواحد الخلاصات اللي تعطينا واحد النظره وواحد الطريق وخريطه الطريق باش نشكي باش نشتغلوا حتى في المستقبل. حزب التجمع الوطني للاحرار خلاف ما يروج عليه من خلال 100 يوم 100 مدينه انه يوزع الموائد، ولكن مائدتنا فيها الانصات وفيها التوثيق. ان البرامج ديال الحزب 2021 تكون المنطلق ديالها هما انتم، هما السكان، هما الشباب، هما النساء، هو الفلاح، هو الصالح التقليدي، هو كذا، تكون هي الارضيه اللي غتصيغ القياده السياسيه في البرامج الانتخابيه المقبله. الفقره والمشكل ديال الجميع، تهميش مشكل ديال الجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسيه، ولكن خصنا مؤسسات قادره لمواجهه هذا الفقر وهذه الهشاشه. كما سيدنا وضع لجنه وطنيه لوضع تصور ديال نموذج تنموي جديد، في المقابل خصنا مؤسسات قويه قادره على التنفيذ باش يمكن لينا نحلوا هذه المشاكل اللي طرحتو كامله.